فورماسيون من قبل، وكان مقرر اليوم هذا سكو فورماسيون بالنسبه للناس اللي هما دي مونبر في لا سوسيتي. فاذا به كان واحد الضيف جا من لندن من المقر ديال الشركه رتبه ريجيونال ديريكتور، كنتسناو راه في الطريق تعطل ان شاء الله باش ما نضيعوش الوقت، يعني تاخذوا معلومات تاخذوا فكره على هذا الكونسيبت ديال هذا البروجي هذا شنو هو، على ما يوصل ان شاء الله الضيف ديالنا ونشوف معاه ديك الساعه نعطيو الكلمه ان شاء الله نشوفوا شنو الجديد اللي عنده حتى هو يزيد يشرح لنا اكثر ان شاء الله ما كنا من المعلومات. دونك اول حاجه هو هذا اللقاء عنده علاقه بواحد التعريف كيف قلنا ديال واحد التطور اللي هو جديد اللي كتشهدو البشريه اللي هو كنعيشوا فيه حاليا ولكن بزاف الناس باقي ما عارفينوش. كنعيشوا واحد المرحله انتقاليه في مجال الاقتصاد في مجال المال وفي مجال الاداء، يعني لا تنقصد شي حاجه اللي هي عندها علاقه بالفلوس عندها علاقه بالقيمه شي اي حاجه عندها قيمه يعني عندها فالور. هاد لا تكنولوجي سميتها لا بلوك تشين او لا عندها بزاف الاسماء، تكنولوجيا البلوك تشين انترنت القيمه، علاش؟ لان عنده علاقه بالقيمه كيفاش احنا غادي نشرحوها ان شاء الله. غادي نحاول نختصر نحاول نعطيكم يعني معلومات او عناوين عريضه لي بعضياتها باش الله توصل المعلومه ان شاء الله بطريقه صحيحه وبسرعه. اول حاجه كنهضروا على تكنولوجيا سميتها البلوك تشين. هذه البلوك تشين كتعتبر رابع تكنولوجيا في العالم ولا في الحياه البشريه. اول تكنولوجيا كانت هي اله الطباعه اللي كانوا الناس قبل كيلقاو واحد الصعوبه باش انه يكتبوا واحد العدد كبير ولا نسخ كثيره من واحد الكتاب معين ولا من واحد المطبوع معين باش يكتبوه ويحرروه ويحققوه عاد يطلقوه ولا يوزعوه باش ان الناس يقراو فيه ويعرفوا شنو فيه. كان داكشي كياخذ وقت كثير وتياخذ واحد المجهود كثير بزاف. لقيت اللي بانت التكنولوجيا ديال الطباعه ديال اله الطباعه سهلت هذه المأموريه، سهلت باش ان تطبع واحد العدد كبير ديال المطابيع نسخ كثيره من واحد المطبوع معين، وهذا الشيء ساهم بدوره في انتشار العلم بسرعه وبطريقه صحيحه، لان كتاب باش تطبع غادي تطبع كوبي كول ماشي بحال الناس كانوا كيبداو يكتبوا ضروري تيوقعوا اخطاء. الشيء اللي كيخص ضروري يكونوا ناس اخرين اللي كيحرروا تيقلبوا ويتاكدوا من الصحه ديالهم 100%. دونك فاش بانت اله الطباعه هي اول تكنولوجيا في الحياه البشريه ساهمت في انتشار العلم بواحد الوتيره سريعه بطبيعه الحال. هذا انتشار العلم ادى لظهور تكنولوجيا ثانيه اللي هي المحرك، تكنولوجيا المحرك. المحرك احنا كنعرفوا كاملين اي حاجه عندنا كتخدم بالمحرك راه كان الاصل ديالها هو فاش بان اول مره اللي بدا بظهور وظهور التكنولوجيا هذه اللي ساهمت كذلك في بزاف ديال الحوايج في صالح البشريه. التكنولوجيا الثالثه هي تكنولوجيا الانترنت اللي جعلت العالم كله كيف كنقولوا قريه صغيره بين يدينا. يعني قبل ما يكون الانترنت كانوا الناس كيعيشوا بواحد الوتيره اللي تقليديه عاديه جدا. فاش بان الانترنت راه كلنا كنلاحظوا بان الحياه تطورت بواحد الطريقه اللي هي غير عاديه. يعني بقات الامور كتطور لدرجه انه ولينا كنلقاو الانترنت اللي هو عالم افتراضي مون فيرتويال فيه شي حوايج اللي ما كايناش في الغياب. الا بغينا نعطيو واحد السؤال بسيط، شنو هو الانترنت؟ الانترنت شنو هو؟ انا طبعا عرفنا المحرك عرفنا. الانترنت شنو هو؟ وشنو هو الهدف منه؟ التواصل. المعلومات. شكون اخر اللي يقول لي هذا تاعي شنو هو؟ شنو كنستافد منه؟ ها؟ معرفة. التصور. التصور. دونك هضرنا على المعرفة. كتبت المعلومة كتخصصها كبيرة. هضرنا على التواصل، دونك المعرفة والتواصل والتصور. نعم. محرك ديال البحث كتبحث فيه على اي حاجه كتلقاها تما. نقدروا نقولوا هذه المساله عندها علاقه بالمعلومه، عندها علاقه بالمعلومه بالتواصل وكذلك حتى بالتصور، يعني اللي بغيتي تقدر تلقاها. دونك الانترنت واحد المجال واسع جدا، هو وسيله لتبادل المعلومات من طرف الى اخر بدون قيود وبدون اي ولا ادنى مشكل. يعني حنا دابا هنا كنشوفوا شنو اللي جمعنا اليوم هنايا، التواصل اللي بيناتنا، كنلقاو اكبر عدد ديال الشركات في العالم، الشركات ديال التواصل، شنو هي اكبر شركه ديال التواصل مثلا في العالم؟ هي واتساب. واتساب اكبر شركه في العالم ديال التواصل، كاينه في المونت فيرتيوال، ما كايناش شي شركه اكبر منها. اكبر شركه ديال الاخبار، ولا اللي كتعطينا المعلومات. يوتيوب.
هي كاينه في مون فيرجينيا اكبر شركه ديال اللي قال الاخ بلا تسوق بيع وشراء ايباي امازون علي بابا امازون هذه هادشي كنهضروا على اكبر شركه في التواصل اكبر شركه في نقل المعلومات اكبر شركه في التسوق ولا ديال التجاره شركات هادو كبار يعني نمره واحد في العالم فين كاينين كاينين في هاد مون فيرجينيا في الانترنت وانا كنعطيو امثله كاين شركات عاوتاني اكبر شركه ديال السيارات عندها واحد السميه مشات ليا كاينه في لندن حتى هي كتلقى شركات كبيره كتحتل المرتبه الاولى في العالم فين كاين فين كاينه وفين خدامه وعلاش بازيه كاينه في الانترنت وخدامه في الانترنت وبازيه على الانترنت دونك هاد العالم ديال الانترنت اللي كيف قلنا قبيله قريه صغيره يعني خلى العالم كله قريه صغيره في المدينه وفيه شركات كبار لا في مجال التواصل ولا في مجال البيع والشراء ولا في مجال اللي قالت الاخت قبيله ديال اخذ المعلومات هادو كلهم عبر شركات يعني كنتناقلوهم عبر شركات شركات ديال واحد المجال من المجالات اللي كاينه في الحياه كاينا في هذا العالم الافتراضي هو الانترنت هو اللي كنستغلو كتستغلو البشريه كامله وكتحتمل عليه البشريه دونك من بعد الانترنت ظهرت واحد التكنولوجيا اللي هي جديده اللي صدرنا حنا اليوم واللي صراحه خص يعني الناس كلهم يعرفوها اللي هي تكنولوجيا البلوكتشين شنو هي البلوكتشين هي واحد العالم افتراضي بحال بحال الانترنت غير هو الانترنت كنتبادلو فيه المعلومات والبلوكتشين كنتبادلو فيه القيمه نعطيكم غير مثال بسيط الانترنت واش ممكن بار انترنت دابا انا مثلا هنا في كازا واحد السيد في طنجه عنده ابارتمون غادي يبيع الا بغيت نشري ما عندوش نقص ليه ديبلاصه عنده ما كاينش شي حل اخر خاصني ديبلاصه عنده ولي ديبلاصه عنده شنو غادي يبيع اصلا تكاتب معاه اجراءات نوبير ياك هادشي هادشي جاري بيع عنده بانكا البلوكتشين شنو هو؟ جا حيد لنا شي كان شنو حيد؟ حيد المصاريف اللي فرق ديال اللي قلنا قبيله ديال انك باش دير بلاصه والتوثيق وكذا وسميتو ربحنا الوقت باش انك تمشي تما تسنى وربحنا كل ما عارفين النظام النظام الاداري ديال البلاد كيفاش داير يعني الا بغيتي غير تسني واحد الوقت تشد الصف ربما تبقى بغيتي تمشي للبنك ولا شي حاجه تلقى سدات ولا السيستيم واقف ولا الصف ولا بزاف ديال العراقيل والمشاكل اللي كتطلع بنادم بزاف يعني الا غادي يدي واحد المساله في 5 دقائق ولا حتى نقولوا حتى ساعات المدانه كتولي خاصها يومين ثلاث ايام ولا نقولوا غير ساعات المدانه خصك نهار راه حنا عارفين هذا الشيء الا بغيتي تمشي تقرا غير ساعات المدانه كتولي جالس عليه نهار دونك هاد السيد اللي باغي يشري من عنده ابارتمون في البلوك تشين اللي غادي يولي واللي كاين دابا في بعض الدول اللي غيولي في العالم بأسره هو انه واحد الابارتمون غادي نشريها انا جالس هنا والسيد تما وغنشريها من عنده بهذا البلوك تشين يو ا فوبي دونك ا بغي يبيع مثلا الابارتمون ديالو هنا بالكروات وغنمشي هاد ا باش يبيع هاد الشرطه ديالو البيت غادي يبيعها لي عبر التكنولوجيا الجديده اللي هو تشين هاد البلوك تشين بونبلي بالعربيه هي سلسله الكتل هاد سلسله الكتل يعني كتله كتلقى كتل ومربوطين باش سلسلات كيفاش كنسميو سلسله الكتل وشنو هما هاد الكتل هما هاد العمليه اللي كديرو اذا بعت لك شرطه كتله تبيع لك شي لعبه طوموبيل كتله بقعة كتلة أي عملية بحال هكا ديال البيع والشراء كتعتبر كتلة وعلاش بيناتهم سلاسل هنا غادي نهضر على واحد النظام ديال الحماية اللي هو طويل وآخر ما كاين في لو موند لحد الساعة باش أن هذيك العملية اللي كنتي بها هي هذه كتسجل وكتحفظ وكتحمى في هذا البلوكتشين هو اللي كيقوم بهذ العمليات اللي قلنا قبيله باش تمشي دير بلاصه وتخسر فلوس وتضيع وقت ومجهود الى اخره باش دير واحد العمليه ولا تاخذ وقت كبير كيتحيد داكشي كله كيطلع وكتقوم بهذ العمليه باسرع ما يمكن بكل التكاليف ثم وانت مرتاح ما كاينش شي مجهود هذا ابارتمون كنتقل الملكيه ديالته للبيت والفلوس ديالك كتاخذها من عند البيت كتجي عندنا ولكن هادشي كله يتم عبر هذه التكنولوجيا هذه ديال لا بلوك تشين كلشي كيتسجل هنا كلشي كيتحفظ هنا كلشي كيتقيد هنا هذه هي التكنولوجيا اللي دابا مقبل عليها العالم باش انها تسهل وتيسر التعاملات الماليه بطبيعه الحال وحتى هذا البيع والشراء من بلد الى اخر كاين دابا ناس في المغرب كاين الناس في المغرب كنعرف واحد السيد في السنه شرا ابارتمون في تركيا بطريقه اخرى
الناس خدام بداو خدام بهذه الطريقه هذه. وكاينين دول اللي حتى هما حطوا هذه التكنولوجيا ديال البلوك تشين يعني بصفه قانونيه، وخصوصا في البيع والشراء في الاراضي العقارات في الاملاك. علاش؟ لان هذه الدوله لو انها شافت بان هذه التقنيه ما فيهاش حلول ما غديرهاش، بالعكس لقات بان فيها حلول لمشاكل اللي كتعيش. وحتى في المغرب كان الوزير الخصيصه هضر على هذه المساله هذه، هضر بان واحد الخطر سمعتو دوزان قال بانه المغرب كيدرس على التكنولوجيا البلوك تشين باش تطبق، لانها اخر ما كاين غير تطبقها الشركات غادي تطبقها كلشي، لان فيها واحد النظام حمايه كيف قلنا اللي هو قوي، ثم كتسهل وكتيسر التعاملات الماليه كامله، ثم كتنقصوا دوك لي فري اللي كانوا قبل وداك التضييع ديال الوقت. بارك المغرب راه كاين ديجا في البلوك تشين علموا عليها رسميا. انا قريت هذاك المقال، قريتو غير بان لي فيه باقي ماشي رسميا، غير مؤخرا عرفتيني. هذا الشيء اللي كاين دابا هادشي اللي كاين حيت البلوك تشين حيت الانترنت فاش بان ما بقاوش كيقولوا واش نديروا ولا ما نديروش، خرج الانترنت صافي تنشر. لان اصلا سويسرا هي رائده في المجال ديال الارناب، غتحيد جميع الارناب ديالها غتكون كريبتو موني، ودخلت هي ديجا في البلوك تشين. اذا ما بقاش شي دوله اللي ما تفرضش عليها انها تكون هادشي اللي كاين. دبي مدينه ذكيه راه كتستعمل البلوك تشين، وعلى دخلتو قلبتو في يوتيوب وكتبتو في جوجل قلبتو غتلقاو دبي طبيعه الحال. اي حاجه اي تكنولوجي في العالم اي شي حاجه جديده اللي تستافد منها البشريه وتستافد منها الدول راه دبي هي الاولى كتمشي كتستعملها. دونك فاش بان البلوك تشين بانت معاه ما يسمى بالعمله الرقميه. العمله الرقميه وسيله ولا اداه جديده في التبادلات في البيع والشراء وفي التعاملات، هي فلوس ولكن شي حاجه اللي هي فيرتويال ما ملموساش غير ملموسه، ولكنها مشفره غير قابله يعني باش انها ديشيفرا كيف تنقول، يعني عمله مشفره محميه رقميه، يعني ارقام عباره عن ارقام دي شيخ اللي متوظفين في هذاك البلوك تشين. دونك ما غاديش نطول عليكم بزاف في صوره هي السيد كذا وصلت واخا نشوف. فاش بانت هذه العمله الرقميه اول مره بانت تحت اسم البيتكوين، اول عمله رقميه شكون اللي كيسمع على البيتكوين؟ ما تيبي دونك دابا التكنولوجيا ديال البلوك تشين في 2008 والبيتكوين تقريبا في اوائل 2009، المهم كاين اللي يقول لك اوائل 2009 اواخر 2008. فاش بدات البيتكوين بدات بقيمه ديال 0.1 دولار. الناس اللي كان عندهم مشاكل في التعاملات الماليه، كانت عندهم قيود في التعاملات الماليه، ما عندهمش الحريه الكامله انهم يستعملوا فلوسهم كيف نقولوا ثلاثه ديال الحوايج بالمونطون اللي بغى وفي الوقت اللي بغى وفي البلاد اللي بغى، ما عندوش الحريه الكامله. فاش بانت هذه التكنولوجيا ديال البلوك تشين وبانت البيتكوين تلغات هذيك المشاكل، تلغات هذه المشاكل تلغات هذه المشاكل وتوجدت الحلول للناس باش انهم يتعاملوا بفلوسهم بحريه كامله. دونك شكون اللي دخلوا في المره الاولى البيتكوين؟ الناس اللي كيقلبوا على تيسير في المعاملات. خلال سنه تقريبا 2010 طلعت القيمه ديال البيتكوين لواحد دولار، دونك بدات تضربات في 10. الناس في الاول دخلوا ما عارفينش بان القيمه ديال البيتكوين غتطلع ولا غتهبط، رغم انهم عارفين بان القيمه ديالها كيتحكم فيها العرض والطلب، يعني ما كيتحكم فيها لا بنك مركزي لا حكومه لا دوله لا حتى شي حاجه، كيتحكم فيها اشخاص الناس اللي داخلين بها، نقدروا ندخلوا لها الناس نتعاملوا بها تطلع القيمه ديالها ونعكسوا صحيح. وفاش طلعت القيمه ديالها في 2010 لواحد دولار اكتشفوا بانه كاين هناك استثمار، يعني ملي كنحط انا 100 مليون نلقاها ولا 8 مليار راه استثمار صحيح تضرب لي في 10، كي لا حطيت 10 مليون ولقيتها 100 مليون راه استثمار صحيح، حطيت مليون ولقيتها 10 مليون استثمار صحيح كي لا زانا. دونك هنايا بداو كيدخلوا الناس كيستثمروا فلوسهم في العمله الرقميه ديال البيتكوين، ولاو كيدخلوا دي مونطون صغار 20 دولار 30 دولار 300 درهم 200 درهم. من 2010 ل 2013 طلعت القيمه ديالها ب 1000 واحد الصعود صاروخي من 1200 دولار. وكانت الشراكة في 2008 و 2009.
كل واحد الى رجع ذاك الى 2008 2009 فين كان شنو كان كيدير ما يعني بعاد على هادشي اللي واحد الوقيته الناس كانوا كيبقشوا تيقلبوا وكيحاولوا يستغلوا التكنولوجيا فاش بات اول مره الناس اللي حطوا واستثمروا في لسات في 2010 في 2013 راه بات عندهم في لسات سحاب بات عندهم 2018 اليوم تقريبا وصلت 5000 دولار إذا لم تصل طلعت قبل في الخلية 2017 كانت وصلت تقريبا 19000 دولار وانخفضت دابا 5500 دولار ممكن العملة الرقمية هي تكون وسيلة جديدة للأداء واحد المود بيمو هي مستقبل ديال الأداء علاش؟ لأن فيها حلول ديال المشاكل اللي كاينة عندنا في التعاملات اليوم من بين المشاكل اللي كاينة في التعاملات ديالنا اليوم عندكم غير واحد مشكل بسيط ديال الفلوس اللي عندنا دابا 200 درهم دابا واش القيمة ديالتها هي القيمة اللي كانت هذه 10 سنين 15 عام 20 عام حنا كنمشيو واحد الفكرة شوية غلط علاش؟ كنقولوا بأن المعيشة غلات هي ماشي المعيشة اللي غلات راه الفلوس اللي طاحت لها القيمة ديالها المعيشة هي هي فلوس طاحت القيمة ديالها واحد الوقيتة 200 درهم كانت كتعمر لك الكفة دابا ما كتعمرش لك الكفة ونزيدك من هنا لواحد 5 سنين 10 سنين غادي تولي 1000 درهم كدير الخدمة ديال 200 درهم خصوصا مع تعويض شنو هو تعويض الدرهم هو انه غادي يولي يتحكم في القيمة ديالو 100% اش كيديروا ليه دابا كيمرنوه يعني كيدربوه عاد يطلقوه يبيعوه كان هو شحال هذه لي الدولار 40% والله 60% دابا مرنوه تقريبا ب 2.5 2.5 من هنا 2.5 من هنا يعني تيطلع وتيهبط ولكن من هنا لقدام فاش غادي يتعلموا غادي يشوف واش كاين اللي الطلب غادي تطلع القيمة ديالو ما كاينش اللي الطلب غادي تطيح القيمة ديالو وكتشي هذا صراحة هاد المجال ديال الاقتصاد وهاد التكنولوجي اللي كيطلع بلوكتشين راه أي حل تيبان راه تيبان في واحد المرحلة اللي مهمة كاين الناس اللي ما عارفينش بحق هادشي هذا ما فاهمينوش وما وصلهمش واحد الوقيته غيلقاو راسهم مرتبطين بالامر الواقع ولكن شنو غيكتشفوا بانه كاين الناس اللي خداو هاد المعلومات وبحثوا وقلبوا واستافدوا الله يرحم الوالدين دونك هذا المجال ديال العمله الرقميه مهم بزاف مجال البلوكتشين مهم بزاف وحل من الحلول هاد الازمات الماليه اللي جايه مستقبلا وهاد الهضره ديال الخبراء في مجال الاقتصاد في العالم ماشي الهضره ديالنا حنايا حنا راه غير كنجيبوا الهضره اللي كيقولوها الناس اللي ديال الدومين وكنوصلوها للناس اللي ما عارفينش هاد التكنولوجيا ديال البلوكتشين راه كيهضروا عليها العالم كله كيهضر عليها تقولوا حنا هي لا مود ديال هاد الوقيته نزيدكم مشكل اخر اللي كاين في الفلوس كاين التزوير كاين التزوير كاين السرقه حد من الفساد كذلك باش انه ما يبقاش داك التهريب ديال الفلوس والتبييض ديالها وزيد لا يمولوا بها الناس مثلا جماعات ارهابيه يشروا لها السلاح يشروا لها المخدرات الى اخره يعني المعاملات والتعاملات الغير مشروعه والغير قانونيه في العالم كاين بزاف ديال المشاكل كيف قلنا كاين التزوير العمله الرقميه غير قابله للتزوير نهائيا راه كتسمى عمله مشفره يعني كريبتي السرقه ما يمكنش تسرق كاين واحد المساله هاد البيتكوين فاش بان طبيعه الحال كنهضروا على ديفلوبمون على التطور اي حاجه في العالم كتطور هاد العمر الرقمية من 2009 لدابا حتى هي بدات كتطور يعني بداو كيبانوا عمر رقمية جداد من مور البيتكوين اللي كيصلحوا شي مشاكل كانت في البيتكوين يعني واخا عملة خرجات حلات بزاف ديال المشاكل اللي كانت في العملة الورقية الملموسة والمطبوعة رغم ذلك بحكم انها هي الاولى مرات من واحد المراحل اللي كانت غلطات في شي حوايج كانت ناقصه شي حوايج ماشي هي هذيك جاو عمر رقميه من بعد اللي استافدوا منها وصلحوا هذوك المشاكل بحالاش بحال هذه المساله اللي قال السي بكر ديال ان العمله انك العمله ديالك تكون مراقبه وما يمكنش لك تتعامل بها في شي غرض ولا في شي حاجه غير بشرعه وغير قانونيه البيتكوين في الاول طاحت في هذه المشكله يعني اي واحد باغي البيتكوين ممكن انه ياخذ مثلا الاخت بغات البيتكوين بغات تدخل على التاسع ممكن انها دير بها شي عمليه غير مشروعه في البلوك تشين حتى دابا كنهضروا في هذا البلوك تشين تقدر هي مثلا دير شي عمليه ماشي هي هذيك اللي يجيو الناس المسؤولين على مراقبه ديال التعاملات الماليه في البلوك تشين غيلقاو بان دارت واحد العمليه ماشي هي هذيك باش البيتكوين شكون اللي دارها الله اعلم علاش لانها ما كايناش فيها لا تراسابيليتي هما اللي هما معروفين شكون هما
هذا كان مشكل في الجمع العمال اللي من بعد صلحوا هذه المشكلة. منهم شركة أوليفز ديال العملة الرقمية ديال الاس جي سي، يعني داروا أي واحد دخل باغي ياخذ العملة كيحط الوثائق التعريفية ديالو اللي كتسمى الكاي سي، نو يور كاستمر، أو نظام يعرف زبون اللي كاين حتى في أبناك القضية. ملي كتمشي تبغي تفتح كونت في الام سي ولا في البي ولا هذا، اش كيقول لك؟ تقول لك دير لي فوتوكوبي ديال لاكارت، ولا كياخذ لاكارت يدير لها فوتوكوبي. علاش؟ باش تكون لاكونسابيليتي ديالك انت في هذاك الكونت. شنو كدير بهذاك الكونت؟ السلام عليكم ورحمة الله. الوثائق التعريفية ديالك كتولي ديك لاكاس لاكاسا بيدن، كتولي معروف انت شكون. اي عملية درتيها كتقيد ديك العملية وشنو هي ديك العملية والمونطون ديالها وفين مشات دوك الفلوس، شكون هو عاوتاني الطرف الاخر اللي استفدت. يا نفس الشيء بالنسبة للعملة الرقمية الجديدة، العملة ديال الاس جي سي حتى هي دارت هذا الشرط هذا، ملي كتدخل كتاخذ العملة ديالك كتحط الوثائق التعريفية باش كتولي هذيك لاكاسا بيدن. في كان كذلك واحد المشكل اخر في البيتكوين، شنو هو؟ انه ما كانش عنده مقرات، ما كانش بكاتين، تقريبا ديسونتراليزي، ما كانش معروفين الاداره ديالو في كينيا، وما معروفش شكون مولاه. فبالتالي كنتخلط واحد المشكل ان الناس اللي كياخذوا البيتكوين ملي كيوقع ليه شي مشكل وكيدير راس السيبور ما كاينش السيبور، تيدير ليه ايرور شي رقم ما كاينش السيبور، ما كاينش اللي يتجاوب معاك، ما كاينش اللي غادي يتواصل معاك، ما كاينش اللي غادي يحل لك المشكل، وما كاينش مقر، ما كاين حتى شي حاجه. ممكن الشركة اللي جاو من بعد، شركة أوليفز، عندها مقرات، عندها مكاتب، عندها سيبور، عندها موظفين، اش كيديروا هاد الناس؟ إلا وقع لك مشكل في الكونت ديالك، كتراسل معاهم تيجاوبوك سور بلاس. وكاينين الناس اللي دخلوا معنا الشركة، وإيفيكتيفمون وقعوا لهم مشكلات، مشكلات بسيطة مثلا بغى يغير شي حاجة ولا وقعت له شي حاجة في الكونت، كيراسل سيبور تيجاوبو سور بلاس. يعني سون فوت، حتى كيبقاو معاه في التواصل حتى كيتحل المشكل. وهذا شيء رئيسي واساسي ومهم بزاف، لان حنا كنهضروا على الاموال، والاموال خاصها تكون مهنيه، خاصها تكون فيها متابعه، بطبيعه الحال ما يمكنش تكون الا عبر هذه المساله ديال يعني يكونوا ديال تكون اداره الموظفين ديالها اللي كيتواصلوا مع اصحاب هذه العملات. ثم كاين مساله اخرى مهمه بزاف، اللي هي مهمة بزاف، اللي هي
نيتورك ماركتينغ. نيتورك ماركتينغ اللي هو اختياري، ممكن انك ديره ممكن انك ما ديروش، يعني كتدخل كتانفيستي كتستثمر فاش عمله رقميه اللي هي الاس جي سي اللي هي محميه بالذهب، ثم عندك الاختيار واش دير نيتورك يعني تسوق لهذا المنتج او لا. سوقتي لي عندك ارباح اضافيه، ما سوقتيش ليه شنو عندك؟ عندك عمله رقميه اللي محميه بالذهب ونسبه الحمايه فيها مهمه بزاف اللي هي 50%. وكاين كتلقى الكونتر بارتي ديالها هو الدولار. هاد العملة ابتدات باش أن يكون الكونتر بارتي ديالها هو أصل من الأصول اللي هو مهم بزاف، اللي شنا هو اللي هو الوقت اللي هو الذهب. ولات كتبان عملة رقمية اللي محمية باش محمية مثلا الأليمنيوم، محمية الرصاص، محمية البترول، محمية سلسلة فنادق. فهمتوا؟ دونك هاد العملة هادي ارتأت باش انها تعتمد على واحد الاصل الاصولي هو الذهب اللي عنده تاريخ مهم بزاف، وكلشي كيعرف بان الذهب كان واحد الوقيته يعني كان كيستعملوا الناس حتى في حتى في الفلوس وراق، وواحد الوقيته كان تاريخ طويل ديال المال باش عاد سيباروا على الاوراق، ولاو الاوراق عاد كيتطبعوا غير على ذاك المشكل اللي ادى للتضخم الى اخره. دونك الاس جي سي سكيور جولد كيرونسي عملة محمية بالذهب بنسبة 50%، وهذا الشيء اللي هو مهم بزاف، اللي شنو غادي يدير؟ غادي يعطيها واحد القيمة واحد لافالور، ما يخليهاش تهبط عليها في جانب في كيف ما كان الحال، كيف ما كان الحال، في أسوأ الحالات ما تهبطش على واحد النيفو. باغ كونتخ عملة رقمية وحدين أخرين اللي ما محمية حتى شي حاجة، اش كيوقع لهم؟ كيكونوا عندهم واحد القيمة اليوم، لا غدا كتلقى عندهم واحد القيمة اللي ما فهمتش، كتلقى اليوم داير مثلا